قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أيمن حمزة إن الوزارة ماضية في تركيب العدادات الذكية وبدأت تطبيقه في العديد من المناطق بشكل تجريبي. وأضاف حمزة في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن الوزارة خصصت خطا ساخنا برقم 121 لتلقي شكاوى المواطنين، لافتا إلى وجود احتياطي يلبي جميع الاحتياجات بنسبة 25%. قيادة الإنتاجية الخاصة بالكهرباء يعني الحمد لله عندنا من الاحتياطي اللي يلبي كل الاحتياجات، وكمان لو في احتياجات إضافية يعني تقريبا بنسبة حوالي 25% إضافية، ده شيء مهم جدا، وده بيعمل نوع من الارتياح لتلبية كل الاحتياجات، بالإضافة إلى الجزء الثاني وهو خطة التطوير الخاصة بشبكات نقل الكهرباء وشبكات توزيع. ديت برضو بتدي نوع من الاطمئنان ان الكهرباء مش بس متوفرة، لا بتوصل بالجودة العالية، كمان في نفس الوقت المهمات والكابلات والاكشاك والمحولات، يعني عايز اقول ارقام شوية للخطة التطوير ديت، يمكن لو بنتكلم على شبكة توزيع خاصة اللي هي بتوصل للبيوت وللمحلات التجارية والحاجات ديت، الجهد المتوسط والمنخفض تقريبا الخطة هتتكلف تقريبا حوالي تتخطى 22 مليار جنيه، ده يعني مبلغ ضخم جدا يعني في خلال عامين.